الزميل مروان عثمنا ينضم إلينا من تل أبيب. ما الجديد لديك مروان؟ نعم، لنبدأ من رئيس الحكومة نتنياهو. كان قد أعلن أنه بصدد عقد اجتماع عاجل لكتل الائتلاف البرلماني في الغد في الكنيسة في أعقاب ما قامت به اللجنة التنظيمية من إعلانها تشكيل لجنة الكنيسة بالتركيب 30 عضوا بحسب مفتاح حزبه، وبالتالي بدأ الإجراءات الفعلية لمناقشة موضوع نزع الحصانة عن رئيس الحكومة والبدء بالإجراءات الفعلية معها لبدء محاكمة رئيس الحكومة نتنياهو. وهذا ما لا يريده رئيس الحكومة بطبيعة الحال. رئيس الحكومة طيلة الوقت يحاول ويناور لكسب المزيد من الأصوات وجر الأرجل وصولا حتى يوم الانتخابات في 2 مارس، حيث يراهن على فوزه بالانتخابات مجددا وتشكيله حكومة، أو حتى فوزه بعضوية البرلمان، الأمر الذي يمكنه أن يوفر له حصانة مرة أخرى، وبالتالي بدأ الإجراءات مرة أخرى في داخل الكنيسة الجديد. لكن الكنيسة من خلال ما قام به حزب كحول لافان اليوم، ومن خلال أفي نيسان كورين رئيس كتلة كحول لافان ورئيس اللجنة التنظيمية ورئيس لجنة الكنيسة المنوي تشكيلها، من خلال ما قام به يحاول التصدي لما مناورات رئيس الحكومة، وبالتالي فإن الإجراءات يمكن أن نقول أو أن نشير أنها سوف تبدأ فعليا خلال الأيام القريبة، وخصوصا أن المناورات التي حاول رئيس الحكومة من خلال أعضاء حزب ليكود سواء اليوم أو سواء من خلال انتقالا إلى موضوع آخر مروان، يعني القوائم ستسلم يوم الأربعاء، وأيضا يعني هذه التحالفات التي نشاهدها بين الأحزاب، هل ستغير من الخارطة السياسية في إسرائيل شيئا؟ بطبيعة الحال نحن نرى اصطفافا في أحزاب اليسار والوسط على الأقل. اليوم كنا هنا في المؤتمر الصحفي الذي عقده عمير بيرتس رئيس حزب العمل جيشر ومع نيسان هوروفيتس رئيس حزب ميرتس، حيث أعلن تشكيل قائمة مشتركة لخوض الانتخابات القريبة بقائمة مشتركة. هذا يقي الحزبان خطر عدم مرور نسبة الحسم وبالتالي عدم إضاعة أصوات اليسار الإسرائيلي. في المقابل نشهد أن التخبط أو الفرقة لا تزال سيدة الموقف بين أحزاب اليمين الصهيوني المتدين، حيث كان قد أعلن نفتالي بنت خوضه انتخابات الكنيسة بقائمة اليمين الجديد منفردا منفصلا عن الوزير سموتريتش والوزير رافي بيرس. أشكرك زميل مروان عثمنا، لا زال يتناقشان على هذا الموضوع. نعم.